السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم لدينا هاتف من نوع فيرسوس V550 4G. طبعا سنقوم بفتح علبة الجهاز. اذا نجد هنا الهاتف. هنا نجد غطاء بلاستيكي شفاف لحماية الهاتف طبعا. هنا نجد السماعات. بطارية الجهاز. والشاحن. طبعا الـ USB لشحن الجهاز ونقل الملفات من الجهاز إلى الحاسوب. طبعا كتيب الطريقة وطريقة استعمال الجهاز فيرسوس كما ترون، وورقة الضمان الجهاز. إذن هذا هو الجهاز فيرسوس V550 شبكة 4G. إذن معالج كواد كور، كبر الشاشة 5.5 HD دويل سيم، به 2 جيجا رام و 16 جيجا لتخزين الملفات والتطبيقات. الكاميرا 13 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية و 5 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية. هذا شكل الجهاز من الخلف كما ترون. هنا نجد مكبر الصوت، هنا الكاميرا، وهنا الفلاش. هنا نجد الهاتف، أسفل الهاتف هنا الميكروفون، وهنا يتم تركيب سلك الـ USB كما ترون. في شكله يشبه هواتف سامسونج ولا أبل الآيفون. هنا نزيد الأزرار، زر التشغيل وزر خفض الصوت ورفع الصوت. طبعا هنا مثل كل الأجهزة لتركيب سماعات الأذن. إذا هذا هو شكل الجهاز تقريبا. هنا كما ترون البصمة، يعني الميزة الجهاز أنه يمكن فتح الجهاز عن طريق التعرف على البصمة. إذن سنقوم بتركيب البطارية. من هنا كما ترون يتم فتحه من هنا.
هذه بطارية الجهاز 2500 ميلي أمبير. إذا غطاء الجهاز محكم وصلب لحمايته طبعا. سنقوم كذلك بتركيب الغطاء. نقوم بتشغيل الجهاز. طبعا ننتظر بعد فيرسوس بي اونلاين بيانفينو. سنقوم بنزع إذا نختار اللغة كما ترون اللغة الفرنسية هنا. هنا يسألني إذا كنت أريد تركيب بطاقة السيم. هنا لاختيار شبكة الإنترنت نقوم بالضغط على كما ترون إنيوري. إعدادات الوقت وتاريخ. إذا قمت بتركيب بطاقة السيم فسيتعرف تلقائيا على إعدادات التاريخ والساعة وكل هذه الإعدادات. إذا نقوم بتمرير سويفون. اسم الجهاز سأسميه فيرسوس. إذا هنا كما ترون إذا أردت إعدادات البصمة سأقوم بإعدادات البصمة سويفون مود باس كود بين. نقوم بإدخال الكود. إذا لم تستطع فتحه عن طريق البصمة فيمكن فتحه عن طريق الكود. إذا يجب الآن وضع اصبع في البصمة هنا كما ترون. نقوم بالتمرير.
إذن هذه واجهة الجهاز. سنقوم أول شيء بتجربة فتحه عن طريق البصمة طبعا. إذن كما ترون تم التعرف عن طريق البصمة للجهاز. نقوم بوضع، إذن لم يتعرف نقوم بإعادة. تم فتح الجهاز، نعيد من جديد. إذن كما ترون عن طريق البصمة نقوم بالدخول إلى الإعدادات كما ترون. هذه واجهة الجهاز. إذن أندرويد 6.0.1 ربما يعطي الجهاز تحديثات جديدة. إذن كما ترون فيرسوس M5 بلس LTE. كاميرا، إذن كما ترون الكاميرا. إذن سأقوم بالتقاط صورة ووضعها في الفيديو لترون جودة الصورة. كما ترون هذه الملفات الموجودة. إذا ندخل نقوم بالدخول إلى الجوجل مثال. طبعا قبل كل شيء يجب الدخول إلى الشبكة. كما ترون نقوم بكتابة الرمز السري للشبكة الخاصة. طبعا قبل استخدام الجهاز فيجب شحنه حتى 100%. كما ترون تم الاتصال بالشبكة، عفوا. اذا تطبيق اليوتيوب غير موجود هنا في الجوجل. سنقوم بالدخول عن طريق الجوجل كروم مثال لتجربة الشاشة الHD. يوتيوب، كما ترون ينتظر لأخذ بعض البيانات. إذن نقول له نو ميرسي ليس الآن. إذن كما ترون لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك. طبعا أنا ليس لدي، لم أقوم بفتح حسابي. سنقوم بفتح فيديو، نختار مثال الفيديو. إذن كما ترون حتى لو قمت بتصغير الصورة فسيبقى اليوتيوب مفتوح كما ترون.
ذنك كما ترون الصورة في الجهاز. إذن هذا هو جهاز الفيرسوس V550 كما ترون وضوح الصورة HD. إذن جهاز بمواصفات جيدة مقارنة تقريبا بسعره كما ترون الجهاز. إذن كبر الشاشة 5.5 HD به معالج 1.3 جيجا هرتز كواد كور. الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل، الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل، 5 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية به ديول سيم، يعني يقبل ذاكرتين سيم طبعا 4G، 2 جيجا رام و16 جيجا لتخزين المعلومات والتطبيقات. بطارية 2500 ميلي أمبير، وطبعا بنظام الأندرويد 6.0 تقريبا النظام الجديد الموجود. إذن أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك، وانتظروني في فيديوهات قادمة إن شاء الله.